الرحمن الرحيم تقرير لجنة مناقشة رسالة الميسير. بناء على مسابقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في محضر رقم 1 لعام الجامعي 21 بتاريخ 21/8/2021 تشكيل لجنة مناقشة رسالة الميسير للطالب عبد الله حمود محمد حسين رفح كلية الحاسوب علوم المعلومات قسم علوم الحاسوب تخصص علوم الحاسوب الموسومة بان انرجي امبروفمنت ليج بروتوكول فور وايرلس سيس نتوركس بيست اون سبايدر مانكي اوبتمايزيشن الجوريثم. اجتمعت اللجنه المؤلفه بهذا القرار المكونه من دكتور فاروق حسن عبد الرزاق استاذ مشارك رئيس المشرفه، دكتور موسى مصعب رامي استاذ مساعد عضو مناقشه خارجيه من جامعه صنعاء، دكتور خالد طارق حسيني استاذ مساعد عضو مناقشه داخليه من جامعه دمار. يوم الخميس بتاريخ 2/9/2021 وبعد المناقشه العلنيه رساله الطالب على قررت اللجنه قبول الرساله ومنح الشهاده بتقدير ممتاز. Продолжение следует...